الغربال الأهلي ما يعملش كده. إيه الحكاية؟ الحلقة الماضية كنا أشرنا إلى بعض العناوين في بعض الأخبار اللي تحدثت عن صرف الأهلي أو اتجاه الأهلي أو موافقة الأهلي على صرف مكافآت الفوز للاعبين حتى اللي خرجوا منه. الناقد الرياضي الكبير والمحترم الأستاذ محمد سيف كتب تويتة مهمة هقراها لكم وناقش المهندس عادل فيها. قال الأستاذ محمد سيف الأهلي ما يعملش كده. بيقول قرأت خبرا أن الأهلي قرر عدم صرف مكافأة الفوز بالدوري للاعبين الذين تركوا الفريق. شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور. وبيقول واتصل بي أحد الأعضاء العاملين بالنادي يستنكر القرار. طبعا قرار مستفز لو حصل. ولا يتفق أبدا مع مبادئ الأهلي في مثل هذه الأمور. ولا يتفق مع حالات سابقة صرف فيها الأهلي المكافأة وأعلمها. بيقول الأستاذ محمد سيف ولأن الأصول الصحفية والقواعد المهنية تقول بالرجوع إلى المصدر للتأكد من صحة أي خبر قبل نشره أو التعرض له بالنقد فقد اتصلت بأحد المسؤولين المعنيين في النادي والذي نفى تماما الخبر بل اندهش منه وقال لي إنه استحالة أن يفعل الأهلي ذلك وعمره ما عمل كده ولا هيعملها وأخذ يسرد لي تفاصيل لحالات سابقة ومنها لاعب ترك النادي وانتقل لناد آخر وقبل انتقاله أدلى بتصريحات تلفزيونية هاجم فيها الأهلي ومع ذلك تم صرف المكافأة الخاصة به وفقا للائحة وتم إرسال الشيك الخاص مع أحد زملائه هو ده الأهلي زي ما بيقول الأستاذ محمد سيف. تعليقك. تعليقي ان الاستاذ محمد سيف طبق ده انصف الاهلي وعمل الصح، كلم مسؤول وقال له الخبر. لكن عايز نتوقف عند الخبر. يعني اعمق من ان انا اقرا كلام هايل من صحفي له مصداقيته ويعني ناس كثيره نتيجه ان هو بيحترم قلمه قوي. ايوه بتقدر يعني تاخد منه كلام اللي تصدقه. وهكذا ينبغي ان تكون الصحافه في ظل بعيدا عن الهوى، هو راجل زملكاوي لكن هو لا يعمل طبق اهوائه وما عندوش اجنده في الشغل غير المصداقيه. اللي كتب الخبر بقى عكسه. يعني الذي قرر ان النادي الاهلي قد قرر مين؟ جبت الخبر منين؟ نسبته لمين؟ وليه بتقوله دلوقتي؟ الاستمرار في ضرب الاهلي في مبادئه لن يتوقف استاذ ابراهيم، خلي بالك هو الأهلي ما بيعمل الصح بيعمله لأنه بيستثمر في مبادئه لأن عارف أن قطاع كبير جدا من الناس والبشر طلعة عايزة النموذج الصح وتتعلق بيه فهو ده الخطورة أن هو مش قادر يروح لك في المنطقة دي فبيضربك فيها أنا مش عارف أبقى ذابه أنا راجل يعني أنا راجل مستقيم وبصلي وسمعتي كويسة وبدي الناس حقوقها بتاع وجاري أو العكس وجاري راجل عربيد وراجل متطاول وراجل متجاوز وراجل بيمد ايده وبياخد وبيغتصب الحقوق و و هو مش هيقدر يعمل زيك او مش عايز يعمل زيك او ما يعرفش وما ينفعش يعمل زيك فلازم يبينك ان انت بتعمل زيه فلازم يضربك هنا النقطه اللي انا دائم التنبيه اليها اوعوا تدوا فرصه للناس دي تسرق تاريخه ولا يعني تزايد على مبادئ الاهلي ومبادئكم لان الحقيقه النادي الاهلي هو بيعجب مش بيبعتر فلوسه هو بيدعم ثوابته ايوه هو النادي الاهلي مش 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 هتيجي تقول له إيه انت بتعمل واحد اتعور عندك وتعالج بره تروح تدفع له مرتبه والتاني مش عارف ايه بعمل كده وانا سعيد وانا بستثمر وانا بنمي القرش اللي ده ربنا بيقول لك التجاره مع الله يا عم تدي الناس حقوقها أو تمتد رعايتك للناس اللي هي تستحق منك إنك تدعمها هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى فمش هتستثمر أموالك في إنك تعمل الصح عشان الناس هو أنت فاكر إن أنت اللي يقول لك مهندس صفقات أنت ده جزء من الناس اللي كنت بتكلم الناس فيه جزء من اطمأنينة أي لاعب إنه لو ضحى بقرش خاطرك هو بيأمن نفسه بدون بوليس التأمين ما انتش عامل له بوليس التأمين انما هو عارف ان تاريخك بيحميه قيمك بتحميه
هو هو معاك مش قلقان لا النهارده ولا بكره ولا بعده. وامثله كثيره واحنا محرجين نتكلم فيها. محرجين فيها، لكن الحقيقه هي ديت. الاهلي ما يعملش كده. مبادئ الاهلي ونظامه وثوابته وتاريخه وقيمته ما بياكلش حق حد. لعيب ادى، لعيب لعب، لعيب شارك، لعيب كان له دور تنطبق عليه اللائحه في حاله المكافاه هيروح له حقه لغايه البيت. لعيبه كانت مشيت من الاهلي من بره مصر اجانب، والاهلي فضل يدور على تليفوناتهم ووسيله الاتصال بيهم. كان ماكي اعتقد لا 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 اكثر من حد، لعيبه اجانب وبيمشوا ولعيبه مصريين كبار جدا، مصريين حتى فيهم ناس مشيت على خلاف مع اداره النادي وقتها، وراح لهم حقهم وراح لهم مرتباتهم او حقوقهم او مكافئاتهم لغايه البيت. هي دي، ده جزء او ده مبدا من مبادئ الاهلي، ما بياكلش حق حد. اديك مثل استاذ ابراهيم، الاهلي ليس مجبرا عليه، يمكن انت ده بتدي حقوق، لكن الكابتن حسين امين والكابتن محمد علي البكرايه، احمد علي البكرايه احمد علي احمد علي اللي كان عندنا من المنصوره الاثنين كانوا في اعاره خارجيه ورا بعض ورا بعض مش مع بعض وتعوروا ولم يتم علاجهم. واحد منهم كلمني، ده اللي حضرته، حسين امين، قلت له ما تقلقش النادي الاهلي تكفل بعلاجهم، وما كملوش في النادي الاهلي، عمل لهم العمليات وما كملوش في النادي الاهلي وتكفل بيهم لان ده حقهم على النادي الاهلي. ده اللي حصل مع جيلبرتو. في بقى ناس ثانيه تتكفلت بيهم زي جيلبرتو بره القايمه، كابتن سعد سمير بره القايمه، عالجته هتعالجه ويرجع لك في القايمه وشلته من القايمه، ما فكرش يساومك. ليه؟ لانك انت النادي الاهلي. اسحاق اول النيجيري، اسحاق الاهلي كان جابه من اسوان، لعب في النادي الاهلي زي الايام دي بالظبط، في نهايه الموسم اتعور جاله رباط صليبي، ما تسجلش في الموسم الجديد، فضل الاهلي بيعالجه، راح المانيا عمل الجراحه وجي فضل يتاهل في النادي الاهلي على حساب النادي الاهلي وهو بره القايمه. كانت النتيجه ايه؟ اسحاق اول جاب اسرته من نيجيريا واقام في مصر وبقى مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ولغايه دلوقتي لما بيحكي ويتكلم بيفضل دايما ممتن لهذا الدور اللي عمله معاه النادي الاهلي حتى هو بره قائمته. ده النادي الاهلي، وده الانصاف من الاستاذ محمد سيف.